ثم قال رحمه الله: عن قتل نحلة وقتل الصرد ننهى، وقتل ضفدع وصفرد. عن قتل نحلة وقتل الصرد ننهى، وقتل ضفدع وصفرد. أولا قال عن قتل نحلة وقتل الصرد، هنا نهي شرعي عن قتل بعض الحيوانات، حيوانات مخصوصة، وهذه الحيوانات ليست من ذوات النام وليست من ذوات المخالب كلها. فالنحلة والصرد والضفدع والصفرد على هذا الحال، نأتي إليها واحدة واحدة نبين النهي الذي فيها. قتل النحلة ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النحلة. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت من طريق ابن عباس عند أبي داود، وجاء من طريق ابن ماجة، من طريق أبي هريرة عند ابن ماجة بإسناد ضعيف، لكنه ثابت من طريق ابن عباس. فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر صغير قد يتغذى على بعض الطيور، في بعض الأحيان صغير موجود، يعني قد تجدونه، ولعلكم إن بحثتم قليلا عنه ستجدون صورة. هذا هو الصرد، طائر صغير. وهنا النهي عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد. لماذا نهي عن قتل هذه؟ العلماء يعللونها بتعليلات متباينة وكثيرة، نحن لا نعلم عن مدى صحة تلك التعليلات شيئا. مثلا يقولون إن الهدهد يأكل الخبائث فلذلك هو يستخبث ونهى عن قتله، ويقولون عن النحلة أنها نهي عن قتلها لكونها اعتداء، هي تصنع للناس العسل فلماذا يقتلها الناس، وهكذا النملة والضفدع، وسنأتي إلى ذكر الصفرج بإذن الله تعالى وبيانه. لكن النهي ثابت عن قتلها، عن هذه الحيوانات الأربعة، الحديث إلى الآن ثابت. النحلة والنملة، هذه الحيوانات ينهى عن قتلها في حال أنها ما كانت مؤذية، أما إن كانت مؤذية فإنه يقتل كل مؤذن. ابن آدم الرجل وإن صال على الإنسان، إن صال عليه جاءك ليقتلك، هل تقف أمامه أن هذا آدمي محترم الدم فلا أقتله وتتركه يقتلك؟ هذا جبن لا ترضاه الشريعة. ولذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فكيف بمن قتل دون نفسه وشهيد أيضا من باب أولى. إذن كل مؤذن يقتل في الحل والحرم كما قالوا. فهذه الحيوانات في أحوال السعة والاختيار التي لا تؤذي الإنسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والنهي عن القتل هنا نهي عن إزهاق روحها بأي شيء، قد يكون بالمبيدات أحيانا حينما لا تكون ضارة لا يجوز قتلها، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه نهى عن ذلك، سواء كانت نملا أم نحلا غير ذلك. لكن إن كانت مؤذية كما قلنا فإنه لا حرج للأدلة الشرعية العامة. وقتل الصرد وهو هذا الطائر الصغير ننهى، وقتل الضفدع. قتل الضفدع جاءت فيه روايات متعددة. قتل الصرد من ضمن الرواية السابقة التي ذكرناها حديث ابن عباس عند أبي داود، كما أنه جاء أيضا في الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصرد في مسند الإمام الربيع. الضفدع ثبت حديث إسناده ليس قويا لكنه يمكن أن يحسن وأن يحتج به، فيه أنه جاء طبيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إنه يضع الضفدع في شيء من الأدوية التي يعالج بها الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. هنا نهي عن قتلها. وهذه الحيوانات جاءت منصوصا عليها في مسند الإمام الربيع رحمه الله تعالى في حديث الوصال في الصوم،
في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطبعة المنتشرة معنا الآن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصفرج والصراج. أي نعم، نهى عن قتل الصفرج والصراج. هذه الطبعة المنتشرة الآن ستجدونها أن هناك نهيا من الشرع عن قتل الصفرج والصراج. هذا هذه الرواية قتل الصفرج والصراج ومع الوصال في الصوم جاءت هكذا وهي المنتشرة الآن، وشرحها الإمام رحمة الله عليه هنا وأخذ منها هذا الحكم، لهذا النص أخذه من هذه الرواية. لكنني لم أجد رواية تصرح بالنهي عن قتل الصفرج إلا في هذه الطبعة، في هذه النسخة من مسند الربيع، وإلا فإن نسخة القطب رحمة الله عليه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والضفدع والصراج. اختلاف بين النسختين، نهى عن قتل النملة والضفدع والصراج. فإذا النهي عن الضفدع ثابت بالحديث السابق وبهذا الحديث بهذه النسخة على الأقل نسخة القطب رحمة الله عليه أنه لا يصح أن يقتل الضفدع، والصراد ثابت في روايات متعددة، والنملة ثابتة أيضا في روايات أخرى. بقيت الصفر، هل هي ثابتة أم لا؟ إن أخذنا بعمل الأمة وإن أخذنا بالروايات الأخرى فإننا سنجد أن نسخة القطب رحمة الله عليه لعلها هي الأقرب. الآن لا نستطيع أن نرجع رواية فيها ذكر الصفر ورواية لم يذكر فيها الصفر، أن تجمع بين الروايتين لا يصح إلا بأن تلغي إحداهما، هذا هو الواقع. كون الروايات الأخرى نسخة القطب تأتي على نسق الروايات الأخرى الموجودة والثابتة والتي قال بها أهل العلم يجعلنا نرجحها على النسخة المطبوعة الآن التي فيها ذكر الصفر. فلذلك كأن الأولى أن يقال إن أكل لحم الصفر جائز أخذا من النصوص العامة التي فيها الحكم بأن هذه الطيور أنه خلق الله تعالى لنا ما في الأرض، وإن استطاع الإنسان الاحتياط فالاحتياط أولى. لكن إن جئنا إلى الترجيح فالترجيح يقول إما أن تصح نسخة القطب التي هي موافقة لرواية الأكثرين، وإما أن تصح النسخة الأخرى التي فيها حكم لم يقل به أكثر العلماء، بل بعضهم يقول إنه لم يقل به أحد إلا من هذه الرواية فحسب. وعلماؤنا ماضون في أول الأمر على أن الصفرج جائز ولا حرج فيه، بدأ الأمر من بعد. فعلى هذا الحال نرجح تلك الرواية لموافقتها روايات الأكثرين. فعلى تلك الرواية ليس هنالك نهي عن لحم الصفرج، أو ليس فيها نهي عن قتل الصفرج. الهدهد ثبت كما قلت النهي عن قتله. تعرفون الهدهد؟ الهدهد نهي عن قتله. هنا النهي عن القتل، قتل هذه الحيوانات، قد يكون النمل والنحل، لا أحد يأكل النمل والنحل، لكن إذا جئنا إلى الصفر على هذا الرأي والصرد والضفدع، هل يعني هذا النهي أن لحمها حرام؟ قال لا تقتلوا الضفدع، لا تقتلوا الصرد، لا تقتلوا الهدهد. إن ذكاها الإنسان هل يجوز له أكلها أم لا؟ ما تقولون؟ الآن الشرع نهى عن أكل الضفدع، دعوكم إن كنتم تتقذرون من الضفدع، نهى عن أكل الصفرج على هذا، على هذه الرواية على الأقل، والصرد والهدهد. لو أن إنسانا أمسك هدهدا وذبحه وذكر اسم الله عليه فهل يجوز له أن يأكل لحمه أم لا؟ لماذا؟ يلزم من النهي عن قتله النهي عن لحمه. يمين. طيب أيضا تفضل واحد منكم.
يعني المراد من النهي عن قتلها النهي عن أكل لحمها؟ نعم، لأن الناس لا يقتلون إلا لأجل الأكل، وما دام نهى عن القتل فمعنى ذلك أنه ينهى عن الأكل. هي توضيح لما استدل به الأستاذ إبراهيم، بارك الله فيك. نعم، ما تقول؟ تفضل. نعم، هنا يقول إن القتل لا تلزم منه الذكاء الشرعية، فالقتل غير الذكاء، هكذا القتل غير الذكاء، فعلى هذا كونه نهى عن القتل لا يلزم منه أنه ينهى عن الذكاء الشرعية. كلمة القتل تشمل الأمرين معا، تشمل الذكاء وتشمل القتل بجارحة أخرى بغير الذكاء، والأصل أن نأخذ بعموم المعاني، هذا هو الأصل. لذلك فالقتل هنا تدخل فيه الذكاء لأنه قتل، واضح؟ طيب، نعم، تفضل محمد. كيف علمت هذا أن العرب لا تأكل الضفادع؟ إذن يجوز أكل لحمها. جميل، طيب نشرحه شيئا فشيئا. أولا أبدأ بالسباع، انتهى الوقت أستاذ محمود، أكمل هذه القضية أستاذ محمود اعذرني. أولا أبدأ بالسباع. إن قلنا بالرأي الذي اخترناه وهو أن أكل لحم السباع محرم، هذا الرأي الذي قلناه، حينما يقول الشرع لا تأكلوها أو أكلها حرام أو ينهى عن أكلها، ما معنى هذا؟ ماذا تستفيدون منه؟ لو أن إنسانا جاءكم بسبع وذكاه ذكاة شرعية، قال بسم الله على هذا السبع، هل يجوز أكله؟ هل يجوز أكل ذلك اللحم؟ ما تقولون على هذا الرأي؟ تفضل. لا يجوز أكله. طيب، انظروا إلى الصيد، تفضل. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إن جاءك إنسان بصيد، الدجاج ليس صيدا، أو أن الدجاج صيد، الدجاج ليس صيدا، الآن الصيد لا يكاد يوجد. على كل، إن جاءك إنسان بصيد وقد هو محرم، حتى نحصر الخلاف، جاءك هو محرم ذكى صيدا وقال بسم الله، فهل هذه الذكاة هنا معتبرة؟ ليست معتبرة شرعا، كون الشرع ينهى عنها يجعلها في حكم العدم، لأن الذكاة تحل الحيوان باسم الله، لأن الله تعالى هو الذي جعلها تحل الحيوان. فإن كان الله تعالى ينهاك عنها فمعنى ذلك أن الله تعالى لا يعترف بها، لو كان يعترف بها لما نهى عنها. إذن على هذا الذكاة المنهي عنها غير معتبرة شرعا. لذلك ذهب جمع كبير ولعله الأكثر عند علمائنا، قالوا إن ذبيحة السارق للحيوان المسروق لا تجوز، تجعله في حكم الميت، لأنه منهي عن هذه الذكاة، والذكاة تطيب للحيوان، فكيف يكون الحرام سبيلا للحلال؟ لا يمكن. وقالوا أيضا إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز وهي باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة الشرع يأمره أن لا يبقى في الأرض المغصوبة المسروقة، وإنما يردها إلى أصحابها، فإن صلى فيها فمعنى ذلك أنه مطالب بالخروج منها. كيف تصلي؟ كيف تبقى والشرع لا يجيز لك أن تبقى فيها؟ إذن هذه الصلاة باطلة لا تصح. ومن المشهور عند علمائنا أيضا أنهم قالوا إن باع الإنسان بعد الأذان الثاني للجمعة فذلك البيع باطل،
لأن البيع يؤدي إلى انتقال الأعواض بين المتبايعين بأن يعطي هذا الملكية وأن يعطي هذا الثمن باسم الشرع. الشرع هو الذي جعل البيع يؤدي إلى هذه النتيجة، أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن تنتقل ملكية الثمن إلى البائع. الشرع هو الذي جعل هذا. أنت الآن تستغل هذا العقد الشرعي في شيء محرم، معنى ذلك أن الشرع لا يمكن أن يتم لك ذلك. فربنا سبحانه وتعالى حينما يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأنت تأتي وبعد أن يؤذن تبيع. إذن الشرع على هذا الرأي الذي ذهب إليه كثير من علمائنا، إذن الشرع سيبطل هذا البيع، لكن نقول هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه منهي عنه. فكذلك هنا حينما يقول لك إن أكل لحمها حرام، معنى ذلك أن هذه الذكاة لا تجوز، لأنك لن تصل إلى لحمها إلا بالذكاة. إذن الذكاة لا تطيب هذا الحيوان. ومعنى هذا أيضا، إن أراد إنسان أن يبيع هذا اللحم هل يتم له بيعه هذا؟ لماذا؟ لأنه ليس معترفا به شرعا، هذا اللحم ليس معترفا به شرعا، إذن لا يصح أن يكون محلا للتعاقد، لأن التعاقد لا يكون إلا في محل يعترف به الشرع. فهمتم؟ انظر إلى الأبيات هذه التي يذكرها الإمام هنا رحمه الله تعالى حينما قال عن قتل نحلة وقتل الصرد ننهى وقتل ضفدع وصفرد ونهيه، افهموا هذه الأبيات، ونهيه عن قتلهن دل، إيش هن؟ ضمير هن على ماذا يعود؟ هن على ماذا يعود؟ هن نعم نحلة والصرد والضفدع والصفرج. ونهيه عن قتلهن دل بأن ذاك لا يحل أكلا. بأن ذاك، ما معنى ذاك؟ اسم الإشارة إلى ماذا يتوجه ذاك؟ بأن ذاك لا يحل أكلا. ذاك اسم إشارة إلى ماذا؟ بأن ذاك أي لحم هذه الحيوانات المقتولة لا يحل أكلا، إذ لا سبيل أبدا لأكله إلا طريق ذبحه وقتله. إذ لا سبيل أبدا لأكله إلا طريق ذبحه وقتله. من يشرح لي هذا البيت أو هذين البيتين؟ تفضل. عن قتل هذه الحيوانات، نقول أكلها لا يكون إلا بقتلها، أكلها لا يكون إلا بقتلها بالذكاء. وحينما نهاني عن أكلها معنى ذلك أنه ينهاني، حينما نهاني عن قتلها معنى ذلك أنه ينهاني عن أكلها. فهمتموها؟ استرح أشرحها أكثر. هنا قال لك مثلا لا تقتل الهدهد، مثلا لا تقتل الهدهد، لا تقتل الصفرد على هذه الرواية، لا تقتله. إذن بما أنه ينهاك عن القتل، ينهاك عن ماذا هنا؟ عن القتل. إذن هذا القتل لو تحقق بالتذكية مثلا، التذكية قتل أو لا؟ التذكية قتل. دعونا نخصها حتى تفهموها بالتذكية. كأنه قال لك، لو قال لك الشارع لا تذكي الهدهد، معنى لا تذبح الهدهد، جئت وذبحته، هل سيعتبر الشرع بهذا الذبح؟ هل سيعده شيئا؟ لماذا لا يعده شيئا؟ لأنه نهى عنه، فلا يعترف بشيء نهى عنه. كل أمر أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن العمل الذي ليس عليه أمر من الشرع هو مردود. إذن يقول الإمام رحمة الله عليه هنا الشرع نهاك عن التذكية، إذن اللحم كيف سيطيب؟ ما دامت التذكية غير معتبرة شرعا فكيف سيطيب اللحم؟ اللحم لن يطيب، ولذلك لا يجوز. إذن يقول النهي عن القتل
دليل على النهي عن الأكل، فكل ما نهي عن قتله هو منهي عن أكل لحمه. فهمتموها؟ واضحة؟ جميل. هنالك هذا النهي عن القتل هل يدل على النهي عن الأكل؟ فيه خلاف، قال فيها خلاف. الإمام رحمة الله عليه فرع عليها هنا، ويفرع عليها عادة الشافعية هذه القاعدة. هنالك من يقول لا 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 تلازم بين النهي عن القتل والنهي عن الأكل. هنالك من يقول لا تلازم، يقول النهي عن القتل قد يكون لأسباب أخرى، فمثلا الشرع نهى عن أن تتخذ ذات الروح غرضا أو نحو ذلك. قالوا النص الشرعي قال خلق لكم ما في الأرض، أجاز كل شيء، إذن اللحم جاهز. ولكن النهي عن القتل هنا جاء استثناء لأجل أغراض خارجية، ويبقى أصل اللحم جاهزا، هذا الذي قال به بعض أهل العلم. لكننا نقول إن الأوجه السابق، لأن النهي عن القتل يجعل ذلك القتل غير شرعي، وإن كان القتل غير شرعي فمعنى ذلك أن اللحم غير شرعي. فهمتموها؟ أحسبها هينة سهلة بإذن الله تعالى. ونهيه عن قتلهن دل، هذه دلالة إشارة نسميها في أصول الفقه، دل بأن ذاك لا يحل أكلا، إذ لا سبيل أبدا لأكله إلا طريق ذبحه وقتله.